مشوار طويل، انا مش عارف هبدا معاك منين. هل ابدا من ساعه ما كان الكابتن شريف الفار اكتشفك وانت في مركز شباب القلعه، ولا ابدا معاك ازاي؟ انت لعبت كوره في الشارع يا كابتن خواجه؟ كنت بلعب في الشارع قدام المدرسه قبل ما اخش المدرسه. كنا بنلعب، نحط بقى انت عارف نعمل الشنط. كنت بسرق الشرابه بتاعت ابويا اعملها كوره وبتاع. ما دي هنتكلم فيها لما بدات كوره شراب في الشارع. فكنا بنلعب قدام المدرسه. وكان في ميادين بقى، مثلا في العابدين وفي الحته، كان في ميادين، كان في فرق احياء في القلعه وفي العابدين وفي الحلميه. فكل ده انا يعني دوست فيه. كنت بتنزل من ورا الاسره، ولا الاسره كانت عارفه انك تروح تلعب كوره شراب؟ لا، هم كانوا خايفين في الاول. في الاول ما كانوش يعرفوا، هو اكتشفوا لما انا بقيت اشرب، يعني لما لقوا الشرابات بتنقص. انت كنت بتاخد الشرابات بتاعت الوالد تعملها كوره؟ ولا بتلبسها وتلعب بيها؟ لا، كنت بعملها كوره. تعملها كوره، احط القصايص جوه وسفنج وبتاع والفها كده. من يومك متعب. فاكتشفوا الموضوع ده ان انا بلعب كوره وكده. وكان ليا اخ الله يرحمه احمد، كان هو بقى اللي كان يشجعني قوي على على ان انا العب كوره يعني. فكان انا كنت ساكنين فكان في سطح عندنا في العمر اللي احنا ساكنين فيها في القلعه. كان في سطح كبير جدا، كان ياخدني يقعد نلعب، يمرني حاجات كوره فوق في البلكونه. يعني كان بيأهلك؟ والله كان شايف فيك انك ممكن تبقى نجم كبير. شايف، كان شايف كده. وكانت الكرة تقع وانزل اجيبها واطلع، يعني كانت عارف، كان كانت حاجة يعني، كان يعني قلبت الحب جامد. ده السطح ده كام دور؟ 6 ادوار. كنت بتنزلهم وتيجي والكلام ده كله؟ 6 ادوار. يقول لك خلي الكرة واطية ما تعليش الكرة. وانا اللي ساعات انا اللي وقعها كمان يعني. انت اللي بتنزل تجيبها؟ وانزل اجيبها واطلع. يعني كانت العملية يعني. فمن هنا عرفوا بقى ان انا مغرم جدا بالكورة. وبعدين كنت كان في مثلا ما اروحش المدرسة. عرفوا هو من المدرسه ان ما بجيش. بتروح المدرسه وبتزوق تروح تلعب كوره؟ اروح مثلا، نروح نلعب مثلا في المنيره في عندي فاروق. يومك متفوق في المدرسه. انا طبعا ما هنتكلم انا جاي لك انا طبعا. فبداوا يعرفوا ان انا ما بتروحش المدرسه. عرفوا ان انا بروحش المدرسه من المدرسه، بعتوا ده ما بيجيش، غياب، عامل غياب يعني. وقالوا لي هاتوا لي امرك وبتاع ومش عارف ايه وكده. طيب انت في وقت من الاوقات وانت صغير كنت اهلاوي ولا زملكاوي بامانه؟ بص، البيت عندنا كان منقسم. في البيت عندك؟ يعني احنا كنا، انا 11 اخ واخت. ما شاء الله تطشود. وابوي وامي ويعني 11 13 واحد. ما شاء الله. كان فاضل 2 ولا 3. كانت الحياه سهله كوره يعني. فكان في الاهلاوي وكان في الزملكاوي. كم واحد اهلاوي وواحد زملكاوي؟ يعني كان النص بالنص تقريبا. يعني بس البنات كانوا معظمهم زملكاويه. طيب خلينا على جنب.